تالا رشاد ما فيك تقول عنها واو. هي من ناحية الشكل بنت عادية، بس فيها شي خاص خلاني بسرعة أتعلق فيها. وهي بتبادلك بنفس المشاعر؟ نحنا ما حكينا بموضوع المشاعر، أصلاً نحنا ما منلتقي كتير، ولما منلتقي منحكي بشغلات عامة. بحاول هيك مرق لها حكي عن كيف بحس ناحيتها. انت شلون تتركني بالحفلة قدام الناس هيك وبتمشي؟ اللي عملته أحرجك أكتر ما يحرجني، وأسأل لأبوك أكتر ما يسألي. تصبح على خير. شو وين رحت؟ بعدين منحكي. سلام. مرحبا. أهلي. على علمك لسه بيت رشاد ساكنين بالطابق الثالث؟ بالبناية كلها ما في بيت رشاد يا ابني. أنت متأكد؟ في بنت شعرها مجعد. عمي قلت لك ما في حدا بهالصفه هي. أنا صلي فاتح بهالحارة من يوم ما تعمرت البنايات كلها، وبيت رشاد مو ساكنين بهالبناية، أغلب الساكنين هن من بيت الأمعري يلي بالأساس بنوا البناء ومالكين الأرض. طيب أتواخذنا. أهلين عمو، شرفت. بالإذن. عماد، حاولت أتصل فيكي أكثر من مرة وأنت سكرتي، وكل ما مريت على المكتب بيقولوا لي مو موجودة، فقلت مالي إلا مر لعندي الراون على البيت. عماد أنا تطورات كتير صارت بيني وبين زوجتي بالأيام الأخيرة اللي ما عاد شفنا فيها بعضنا، وأنا لازم لك إياها. أنت بتعرف شو متطلبات هالعلاقة لتستمر؟ أنا ما عندي مساومات أبداً. أنا طلقت مرتي يا رنا، يعني هلا أنا رجل حر. شو؟ رح تخليني هيك واقف على الباب؟ ما في تفضل؟ أو مثلاً شي فنجان قهوة؟ أحلى فنجان قهوة. هيك ها؟ تفضل. هذا شو عم يعمل هون؟ ما بصير تحكي هيك. استاذ عماد جاي يتطمن علي. بيتطمن عليكي برات هذا البيت. انا اسف اذا سببت اي احراج او توتر. انا مالي حكي معك، عم احكي معه. كرم، ما بسمح لك تحكي معي بهي الطريقه. انا ما فتحت تمي لما كنت تطلعي انت وياه، لانه هي حياتك والشي اللي بصير بيناتكم بخصكم انتو اثنين، بس توصل معه الوقاحه انه يجي على بيت ابي، فهذا انا ما بسمح فيه. أنا عن جد آسف، بالإذن. عماد، كرم ما كان بيقصد. مو مشكلة، مشكلة. حكي لي بعدين. أنا ما بسمح لك تحكي معي بهي الطريقة، هذا الرجال ده يصير جوزي. جوزك برات هذا البيت، وبعيد عن ذكريات أبي.